آداب قضاء الحاجة. إذا أراد الإنسان قضاء الحاجة بول أو غائط، هناك آداب لابد أن يأتي بها المسلم. أولا لابد أن يستتر عن أعين الناس وجوبا، لابد أن يدخل داخل الحمامات أو يكون وراء شجرة وراء جدال أو يبتعد. نعم، لا يدخل إلى الحمام بالمصحف بالكتاب الحديث مثلا. نعم، يعني تمام جمان دي بار يا قران لاجوي حديث جوي روح الاسلام، ينقطع عن ذكر الله. اذا دخل لا يمكن ان يسبح يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. ابل تمام جمان تام دي بو تان غانا يو سيكيب با جون او بس سبحان الله تعالى، يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج قبل أن يدخل، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول غفرانك عند الخروج، يعني يقول هذا الدعاء عند الدخول وعند الخروج يقول غفرانك. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لا يمكن أن يبول يأتي الحاجة في الماء الدائم الذي لا يجري. لا يمكن أن يقضي الحاجة أماكن جلوس الناس، أماكن اجتماع الناس في الطرقات، تحت الظلال، تحت الأشجار. لا يمس ذكره بيمينه.